وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. جيرمين، بعد التحية ضعينا في أجواء معرض الكتاب، لديك وأبرز ما تضمنه اليوم من فعاليات وأنشطة ثقافية. نعم يوسف، بعد التحية نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. هذه الدورة التي تأتي بمشاركة واسعة ل 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة حول العالم. نتحدث عن ضيف شرف المعرض هذا العام الأردن، أما شخصية المعرض فهو صلاح جاهين. هذه الفعاليات التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل. المعرض بيقام على مساحة واسعة تصل 80,000 متر مربع، بينقسم إلى 5 قاعات رئيسية. الجديد في المعرض هذا العام هو وجود جناح خاص لدور النشر الصغيرة تشجيعا لصغار الناشرين، وأيضا يعني صناعة النشر في مصر، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعرض وعرض مختلف الإصدارات الخاصة بهم. أيضا هناك تنوع كبير في الأحداث والأنشطة الثقافية، نتحدث عن أكثر من 500 نشاط ثقافي في 7 قاعات متواجدة داخل المعرض، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وأنشطة وعروض فنية. هذا أيضا بالإضافة إلى أنشطة وعروض خاصة بالطفل في جناح خاص به، تتنوع ما بين عروض مسرحية وأنشطة فنية تقدم للأطفال بشكل خاص في المعرض هذا العام. إذا تحدثنا عن أبرز الأنشطة الثقافية التي تقام في المعرض هذا العام والندوات، فبتشهد قاعة صلاح جاهين ندوة عن الصناعات الثقافية. أيضا القاعة الدولية بتشهد ندوة عن ضيف شرف المعرض هذا العام، عام الأردن وتاريخ وحضارة الأردن عبر التاريخ. أيضا الصالون الثقافي بيشهد ندوة عن دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي، وأيضا ندوة فنية عن 100 عام عن سيد درويش. أما قاعة الشعر بتشهد عدد كبير من الأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء من مصر وأيضا من الدول العربية. كل هذا يعني وسط إقبال كبير من الزائرين شهدناه منذ تواجدنا صباح اليوم، الإقبال كبير جدا خاصة مع التسهيلات اللي بتقدم الزائرين من تخصيص مسارات خاصة بكبار السن وأيضا ذوي القدرات الخاصة، إلى جانب أيضا إتاحة أماكن للجلوس وأماكن للخدمات، وأيضا وجود تسهيلات في حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا هناك بيتم توفير خطوط أتوبيس من وإلى المعرض بتتحرك من عدد من المناطق والأماكن في القاهرة كميدان عبد المنعم رياض وأيضا ميدان الجيزة ودوران شبرا، بالإضافة إلى أماكن أخرى تسهيلا لوصول الزائرين إلى المعرض. نتحدث أيضا عن المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض والتي تم فتحها قبل حتى بداية المعرض، عن الطريق إتاحة الفرصة للناشرين للتسجيل عليها والتقدم بطلبات المشاركة في هذه النسخة. نعم الزميلة جيرمين إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.